cool. الجو حلو، شوية شمس. هاي هي البحيرة، اسمها البحيرة ستورفون. أظن مرة طلعت على ناشونال جيوغرافيك. البحيرة طلع فيلم وثائقي عن 3 بحيرات، بحيرة بنيوزيلندا، بحيرة بسكوتلندا، بحيرة بالسويد. انه كان في الوثائقي عن اساطير وهيك شغلات، انه وحوش البحر، يعني مثل افاعي تشبه، يعني تشبه الوحوش او هيك شيء، انه في اساطير تحكي في وحش بحش بالبحيره. انه قناه ناشونال جيوغرافيك عملت تحقيق انه هل هاي مجرد اساطير او في هيك حيوانات تعيش بهالبحيرات، او كانت تعيش هيك حيوانات بهالبحيره. بس يعني اخر شيء وصلوا لنتيجه انه احتمال هالاساطير تكون صحيحه، بس مو وحوش، يعني تكون مثل نوع من انواع الاسماك، نوع من الاسماك الكبيره بتشبه الافاعي، يكون انه انقرضت، كانت عايش هون والسكان المحليين شافوا هالنوع من الاسماك، هالنوع من الافاعي، يعني افعى تشبه السمكة، قبل شي 100 سنة او 150 سنة، وبعدين انقرضوا انقرض هذا النوع. ما بعرف، لحد الان التحقيق جاري. هلا مستوى البحر مرتفع كثير، بس بالعادة بالصيف نقدر نمشي هنيك، يعني هون 3 أحجار الواحد بيقدر يمشي جنب البحيرة، بس هلا المي مرتفع كثير. انه بعد شي تقريبا شهر، اقل من شهر، البحيرة كلها رح تتجمد ورح امشي عليها، نشوف رح صور عليها. Wow.
بتذكر بالصيف الماضي اجيت شعلت نار هون، طبعا كان ما كان في نار هون، النار كان هناك. الماي صافي كثير. هذا مثل ممشى بيروح لحوالي 30 متر، روح بيقدر يمشي بس كمان. المي البحر مرتفع صاير مد. وألقاكم في فيديو جديد. باي أصدقاء.